القصة الأولى هي في أحد البيوت، عايش شخص مهمل ومهووس بالمهرجين وبيعاني من اضطرابات نفسية لأنه بيشوف مهرج شيطان غريب ومحدش بيشوفه غير مارتن اللي نايم بسبب السهرة اللي كان فيها امبارح بالليل، والمهرج الشيطان اللي بيتبعه اسمه رايموند وهيساعد مارتن في مهمة كشف حقائق الناس المظلمة، واللي صحت مارتن هي المحامية بتاعته واسمها جينا، بتقوله إن ورق الطلاق لازم يمضيه لأن مراته تومي مش قادرة تستحمله لأنه خانها كتير وكمان سأل عربية وهو سكران ومعاه الأطفال وكان ممكن يأذيهم، ومارتن مصدوم لأن عمره ما تخيل إن مراته هتطلب الطلاق، والمهرج رايموند عمال بيضحك وبيقوله إنها خاينة. وفي بيت تومي مرات مارتن هي كلمت كول أخو مارتن عشان يروح ويكلمه ويقنعه إنه يطلقها، وكول خايف على أخوه لأن تومي كده هتدمر له قلبه وبيحاول يخلي تومي ما تصممش على الطلاق ولكنه فشل، وتومي تقول له انه لو ما راحش لاخوه مارتن فهي هتقول له على السر اللي بينها وبين كول وهتدمر العيله كلها لو ما اتطلقتش، ومارتن بيحاول يرن على تليفون تومي ويكلمها ولكنها ما بتردش عليه، والمهرج عمال بيضحك وبيقول لمارتن ان مراته بتخونه مع اخوه كول، ولكن مارتن مش مصدق المهرج وزهق منه خلاص وطلع سلاحه وبيهدده لو هو ممشيش فهيقتله، ولكن المهرج يقول له انت لو قتلتني فانت كمان هتقتل نفسك، والمهرج عمال بيضحك ومش خايف، وتومي في بيتها ومتجاهلة لمكالمات مارتن وعيالها خرجوا يلعبوا شوية وكلهم فرحانين، وبتظهر بام هي مربية الاطفال في بيت تومي وتعتذر لتومي انها سمحت لمارتن انه ياخد الاطفال معه في العربية ويسوق وهو سكران، ومارتن هددها بالسلاح وكانت مجبرة على كده ولكن تومي فاهمة ومسامحاها، والمهرج مش بيرحم مارتن وبيقول له ان هو اللي قتل فتاة الليل اللي كانت معاه امبارح بالليل في البيت، وعشان يخليه يصدق خلاه يشوف جثتها وكمان مكتوب عليها بالدم اسم المهرج رايموند، ومش بس كده ده خلى الجثة كمان تتكلم وتعترف ان اللي قتلها هو مارتن، وكمان بتنصحه انه يسمع كلام المهرج الشيطان رايموند لانه بيتكلم بالحق والجثة ماتت من تاني، ومارتن مش مصدق نفسه والمهرج عمال بيضحك وبيقول لمارتن انت لسه شفت حاجة، ده لسه بدري جدا. ووصل كول لبيت اخوه مارتن، ومارتن بيحاول يتظاهر انه كويس ومفيش حاجة حصلت هنا خالص، ومارتن مش مصدق كلام المهرج بخصوص ان تومي مراته بتخونه مع اخوه كول، ولكن لما كول كلم مارتن بخصوص الطلاق مارتن اتجنن وبدأ يصدق كلام المهرج رايموند وما قدرش يتحكم في نفسه، وخلى المهرج يهجم على كول وكول حس بيه وسمع كمان صوت المهرج لانه كمان ضربه واغمى عليه وخلاه جنب جثة فتاة اللي ليل، والمهرج مش هيقتل كول بالشاكوش، هو هيحاول يوسوس لمارتن وهيخليه هو اللي يعمل كده، ولكن مارتن رافض وهيحمي اخوه وهيحاول يفوقه، وزهق المهرج منه وخد الشاكوش وراح هو اللي قتل كول، ومارتن ما قدرش يمنعه ومارتن اتجنن بسبب المهرج، ولكن المهرج جاب تليفون كول وسمعه رسائله ومحادثاته مع مرات مارتن، وساعتها تاكد مارتن ان كلام المهرج صح وان تومي مراته خاينه، والمهرج رايموند عمال بيكشف لمارتن حقائق الناس المقربة ليه وكلها للأسف حقائق مظلمة، والمهرج بينصح مارتن انه لازم ينتقم من تومي لانها هي اللي دمرت عيلته مش هو، ومارتن سمع الكلام وركب عربيته وبيكلم تومي عشان يعرف هي مكانها فين، ولكنها ما بتردش عليه برضه وسابت البيت وعيالها جواه مع مربية الاطفال بام، والمهرج عمال بيزود الغضب داخل مارتن وبيقوله ما تنساش مسدسك لانك هتحتاجه للانتقام من تومي مراتك، وده لان المهرج هو شيطان وبيساعد الناس على الشر مش الخير، وبام في البيت بتصور نفسها ومستمتعة وهي بتاكل ودي اخر اكلة هتاكلها لان المهرج ظهر وباصص عليها ومراقبها والشر مالي عينه وهجم عليها وهو مش هيقتلها، هو بس خلاها يغمى عليها لانه هيخلي مارتن الخادم بتاعه دلوقتي هو اللي هيقتلها، ولان المهرج كشف الحقيقة لمارتن فمارتن بينفذ كل اوامر المهرج رايموند، ولما رجعت تومي للبيت تستغرب من حالة البيت المتبهدلة وكمان بتنادي على بام ومش لاقيها خالص، وقلقت على اطفالها وهي رجعت للبيت لانها نسيت الفلوس، وتتصدم لما تلاقي جوزها مارتن قدامها ويقول لها انه قتل بام واخوه كول كمان ومعاه ورق الطلاق ومش هيسمح ليها انها تنفصل عنه، ولكن تومي رافضة تسامح مارتن وعمرها ما هترجع له نهائيا، وهي طول الوقت كانت بتشتغل عشان تصرف
هتصرف عليه هو وعلى عيالها كمان، لان مارتن عاطل ومفلس وفاسد ومجنون، وبفلوسها هي كانت بتعالجه، ومارتن تعب منها ومن خناقاتها معاه، وكمان تعب منها الوساتة المهرج رايموند وسيطرته عليه. والحل دلوقتي انه يقتل مراته تومي ويرتاح منها. وجينا وصلت لبيت تومي ولقت اول جثة لاول ابن لعيلة مارتن، ولما دخلت للبيت لقت الجثة التانية للابن التاني، وكمان لقت جثة تومي الام، وكانت هتكلم الشرطة ولكنها سمعت صوت اطلاق النار من فوق. ولما طلعت فوق عشان تتأكد لقت مارتن خلص على نفسه بعد ما قتل كل عيلته عشان يرتاح، هيرتاح من مراته وكمان من المهرج الشيطان رايموند. وجينا مش مصدقة نفسها وهي وصلت لبيت تومي عشان تحاول تقنعها انها ما تنفصلش عن مارتن، ولكن جينا لقت كل العيلة مقتولة والمهرج الشيطان مستمر في الضحك ومستعد للمزيد من الضحايا اللي هيقضي عليهم، وكمان هيجننهم، وده كله بفضل المهرج القائد اللي بيسموه المهرج الأسود. ودي القصة الأولى يا صديقي. والقصة التانية هي للشاب هاري وصديقه برايان، وهم فرحانين بعد ما اتفرجوا على فيلم الرعب المفضل ليهم، وهم اصدقاء من زمان، وبرايان مشكلته في حياته هي اخته، وكمان هو ما بيحبش يخسر في اي لعبة، وهاري مشكلته هي خالته انتي اللي بتهتم بيه بعد موت امه. والشباب مكملين طريقهم يقابلوا فجأة مهرج غلبان وطيب، ومش هيخليهم يكملوا طريقهم الا لما يلعبوا لعبة الكوتشينة بتاعته. وهاري وبرايان ما بيحبوش المهرجين ومش هيلعبوا، ولكن المهرج مش هيسمح لهم انهم يمشوا الا لما يضحكوا الاول زي ما هو بيضحك، وهو بيضحك في وشهم وعايزهم يضحكوا عليه، وطلع الكوتشينة وعشان برايان يريحه لعب معه وخسر، وبرايان بيكره الخسارة فضرب المهرج، وكمان هاري شارك معاه وهما الاتنين عمالين بيضربوه وبيعذبوه، ولقوا معاه بالصدفة ظرف وكمان صندوق، ولقى هاري في الظرف 2500 دولار، وفرح جدا لانه هيقسم الفلوس دي مع برايان، وهم هيسيبوا المهرج مغمى عليه وهيهربوا بسرعة، وده بعد ما سرقوه وضربوه. وخالة هاري اللي اسمها انتي في البيت بتعمله الاكل هو وصديقه برايان، وبعد موت اختها التوأم هي دلوقتي بقت بتربي هاري، وهاري عنده 24 سنة، ولما يتم 25 وفقا للقانون هيبقى من حقه انه يبيع بيت امه اللي عايش فيه، وهو مستني اللحظة دي لانه عايز يمشي من القرية البائسة دي. وخالته ملهاش بيت تاني غير البيت ده، وهي بتستعد انها تروح للماركت وتمشي، ولكن تلاقي هاري وبرايان وصلوا، وانتي بتحب برايان لانه شاب طيب ومحترم على عكس ابن اختها هاري، وهي فاكرة ان برايان محترم وحوالين عينها فيه كدمة، وتنصح برايان انه يمشي من البيت الساعة 11 عشان ممكن الاجواء هنا ما تكونش كويسة، ولكن هاري خلى برايان ما يهتمش وهيقعد معاه زي ما هو عايز، وهاري بيتريق على الكدمة اللي عند خالته. وانتي في عربيتها عند البيت وبتعيط، وده بسبب معاملة هاري السيئة ليها، والكارثة ان هو اللي ضربها وسبب لها الكدمة دي حوالين عينها، وهاري هو شيطان على شكل انسان. وبتعتذر انتي لاختها انها فشلت في تربية هاري اللي لما يتم سن 25 هيبيع البيت وهيطرد خالته اللي بتصرف عليه منه، وهاري ما بيفكرش غير في نفسه بس، وبرايان معه ومكمل، والساعة عدت 11 بالليل. ولما سأل برايان هاري عن الكدمة بتاعت انتي فقال له انها وقعت من على السلم عادي، وبرايان لقى في صندوق المهرج صورة متكسرة وبيحاول يجمعها لانه محتاج انه يسلي نفسه، وبرايان خايف من المهرج ليرجع ليهم للانتقام لانهم سرقوه وضربوه كمان، وهو مش واخد باله وقع جزء من حل اللغز على الارض. وزهق برايان وساب هاري لوحده في البيت وهيمشي عشان يروح يقابل حبيبته اللي كلمته. ولما خرج برايان من البيت حاسس ان في حد مراقبه ولكنه ما اهتمش، ولكن فجأة يلاقي باب جراج البيت مفتوح، واكيد الشخص اللي مراقبه هو اللي فتحه، وقلق برايان على هاري ولازم يدخله البيت ويقول له. وهاري زهق من كل الالعاب اللي معاه لانه لعبها كلها وعايز يلعب لعبة جديدة هو ما لعبهاش قبل كده، وشاف اللغز بتاع المهرج وبيفكر يحله ويسلي وقته، وفيه شخص غريب بيحاول يفتح باب بيت هاري ونجح يعمل كده فعلا وفتح الباب ودخل للبيت. وهاري كل ده مستمتع بلعبة الالغاز ومركز عشان يحلها، ولكنه فجأة
سمع صوت غريب وطلع سكينته لحماية نفسه، ولكنه لقى برايان ظهر وخوفه، وهو نسي قبل ما يمشي انه ياخد نصيبه من ال 2500 دولار اللي سرقوها من المهرج الغلبان، ويطمن هاري انه اكيد المهرج جبان ومستحيل ينتقم منهم. واستغربوا لما لقوا على ظرف الفلوس جملة مكتوبة ان باقي نص الفلوس هيتم تسليمها بعد ما المهمة تخلص، ولكنهم ما اهتموش بالمهمة وخرج برايان من البيت وفرحان بنصيبه من الفلوس، ولكنه مش هيلحق يستمتع بيها لان المهرج ظهر ومعاه صخرة وضرب بها برايان وقتله عشان ينتقم منه لانه ضربه وسرق فلوسه. وهاري صديقه دوره جاي وهو مشغول بحل لغز الصورة اللي حاسس ان الصورة دي شبه ركن من اركان غرفته، وكمان هي نفس الوان الغرفة اللي هو فيها. والبيت ده متحكم فيه الذكاء الصناعي عن طريق برنامج صوتي اسمه كندرا، ولقى هاري فجأة النور فصل وسأل كندرا وتقول له ان في حد في البيت، واكيد هو اللي فصل النور وهي شغلته من تاني. ولقى هاري ان فيه قطعة ناقصة لحل اللغز، ولقى كمان القطعة اللي وقعت من برايان ونجح انه يحل اللغز والنور فصل من تاني. والمرة دي كندرا مش هتساعده ولا هترد عليه لان المهرج فصل الكهرباء عنها. ولما كمل هاري اللغز لقاه عبارة عن صورة للمهرج اللي واقف قدام غرفته، ولما بص هاري قدام غرفته لقى فجأة المهرج وهو سفاح وعايز ينتقم وعمال كمان بيضحك. وهاري حاول يوصل لسكينته اللي على السرير ولكنه فشل لان المهرج تدخل بسرعة وقتل هاري عشان يحصل صديقه برايان، والمهرج خد فلوسه من هاري وكمان جمعها بالفلوس اللي خدها من برايان، وكده ال 2500 دولار رجعوا له كاملين. ووصلت انتي للبيت والمهرج السفاح حس بيها وراح لها وحاصرها ومعاه السكينة اللي قتل بها ابن اختها هاري، والدم بينزل منها. ولكن المفاجأة ان المهرج مش هيقتل انتي لانها هي اصلا اللي موظفاه واديته ال 2500 دولار عشان مهمة قتل هاري عشان ما يبيعش البيت وما يطردهاش منه، وكمان كانت عايزة ترتاح منه لانه كان بيضربها. وعرفت كمان ان المهرج قتل برايان لانه ما خرجش من البيت الساعة 11 زي ما هي طلبت منه، لانها كانت فاكرة انه طيب وما يستحق حقش الموت زي هاري الفاسد. وبما ان المهرج كمل المهمة خلاص بنجاح فخد ال 2500 دولار الباقيين عشان يمشي من البيت وهو معاه 5000 دولار، وده مقابل تأجير انتي ليه كسفاح للتخلص من هاري. وانتي متضايقة من اللي عملته وبتعيط، وده الحل الوحيد ليها لحماية نفسها من وجهة نظرها، وكده هاري بيكون حصل امه في الموت. وتتمنى انتي ان اختها التوأم تسامحها لانها ما كانش عندها حل تاني لايقاف هاري الفاسد. ودي القصة التانية يا صديقي. والمهرج الشيطان السفاح الأسود ما زالت قصصه مستمرة، وأتباعه المهرجين المقنعين مكملين دوره وهم أصلا بيستمدوا القوة منه. والقصة الأولى هي في أحد البيوت، وموجود كولتن مع صديقته أشلي وهو بيحبها، ولكن أشلي لأ لأنها بتحب واحد تاني واسمه فيليب وهو غني ويهتم بيها على عكس كولتن الفقير. وأشلي عمرها ما هتكون حبيبة كولتن لأنها أصلا بتستغل فيليب عشان تسرق فلوسه، ومش هي لوحدها هديه كمان معها أختها هيلاري، وده كله عشان يأمنوا مستقبلهم بالفلوس دي. وطردت أشلي كولتن لبرا البيت وسابها ومشي وهو حزين، والليل مشتد على البيت اللي أشلي فيه لوحدها وبتستعد للحفلة وكمان لحبيبها اللي هيجي لها قريب. واختها هيلاري لسه ما جاتش من مشوارها، واشلي بتحلم بحياتها الجميلة مع حبيبها فيليب اللي هو مش عارف انها بتستغله وخلاص، وكل ده عشان الفلوس اللي معاه. ولكن المشكلة ان اشلي مش هتلحق تعيش الحياة الجميلة اللي بتحلم بيها لانه فيه سفاح دخل البيت، وده مش سفاح عادي، ده سفاح مهرج. وسمعت اشلي صوت رنة التليفون وافتكرته انه تليفونها، ولكنها لقت ان كولتن نسي تليفونه هنا وهي كمان هتضحك عليه ومش هترجعه له خالص. ولقت كمان اشلي مكالمة ليها من فيليب حبيبها، ولكنها ما اهتمتش وهتروح تكمل استعداداتها للحفلة، وفيليب بيرن عليها
أكتر من مرة ولكنها مش مهتمة برضو، وفجأة تلاقي السفاح المهرج قدامها وقتلها. وهيلاري أختها وصلت للبيت وجابت أكل وشرب عشان فيليب اللي جاي بعد شوية، وكمان حبيبها ويل هيوصل للبيت وهيشارك في الحفلة. ونادت هيلاري على أختها أشلي عشان تساعدها في توضيب المكان، ولكنها ما لقيتش منها رد وكمان ما اهتمتش، وبتقول إن أشلي أكيد نايمة. والسفاح معاه تليفون أشلي وعايز يرن على كولتن عشان يحضر للحفلة، ولكنه اكتشف إن تليفون كولتن في الغرفة لأنه نسيه. والسفاح ده شكله عنده حسابات مع الأصدقاء دول، وكمان هيصفي الحسابات دي الليلة. واستعان بقوة المهرج السفاح الشيطان الأسود عشان ينتقم منهم كلهم. وهيلاري بتروق البيت تلاقي فجأة رقم تليفون غريب بيرن عليها، وما ردتش في مرة، ولكن الرقم ده مكمل رن على تليفونها، فزهقت منه وردت عليه عشان تعرف هو عايز ايه، وهو اصلا السفاح المهرج اللي قتل اختها اشلي. وبيحاول دلوقتي انه يتعرف على هيلاري، ولكنها رفضت وقفلت المكالمة، ولكن برضو السفاح مازال مصمم وبيرن عليها، فكلمته ومن صوته ارتاحت ليه، وبيقول لها انه بيحب افلام الرعب، وفيلمه المفضل هو الجزء الاول من المهرج الاسود. وكمان حكى ليها عن القصتين اللي حصلوا في الجزء الاول، ولكنها ما اهتمتش بالكلام، وتتفاجأ لما تلاقيها عايز يقابلها، فقفلت المكالمة في وشه لانها بتحب ويل. ولكنه برضو كلمها للمرة التالتة وهي بتتلعب بيه زي ما هي واختها بيتلعبوا بفيليب الغني، ولكن هيلاري مش عارفة ان اللعب مع السفاح المهرج اخرته هي الموت، ومكملة كلام مع السفاح اللي منبهر بيها، لانها قالت له انه لو حاول ان يدخل بيتها فهي هتقتله، وده طبعا لانها معتقدة انها قوية. ولكن السفاح المهرج يقول لها مين قالك ان برا البيت اصلا، ومين قالك اني احاول ادخله لاني انا اصلا جوا البيت. فقلقت هيلاري جدا وبصت برا البيت لانها حست بحركة غريبة برا، ولما تأكدت ما لقيتش حاجة وقفلت الشباك، وتطلب من المهرج السفاح انه ما يكلمهاش من تاني. وكمان قفلت المكالمة في وشه، وساعتها فيليب عمال بيرن على تليفون حبيبته اشلي عشان يعتذر منها انه مش هيحضر للحفلة في الميعاد، وده بسبب ضغط الشغل اللي عنده، وهيخلص بسرعة وهيجيلها. وكل الكلام ده سايبه في رسالة مسجلة صوتيا عشان لما تفضى اشلي تبقى تسمعها. وهيلاري بتتمشى في البيت تلاقي حد رن عليها، وافتكرته انه المهرج السفاح، وتهدده انها تكلم الشرطة، ولكنه مش السفاح المهرج ده، حبيبها ويل. وبيطمنها انه فاضله 20 دقيقة وهيوصل للبيت، ويطمنها بخصوص المهرج السفاح اللي بيكلمها، ويقول لها انه اكيد شخص فاضي بيزعج الناس وبيعمل فيهم مقالب سخيفة. وويل كمان يا صديقي مشترك مع هيلاري واشلي عشان يسرقوا فلوس فيليب. وما زالت هيلاري قلقانة، فكلمت صديقتها فيفيان وهي شغالة في أمن المكالمات والاتصالات، وادتها هيلاري رقم السفاح المهرج عشان تتأكد منه، وكمان تعرف هو مين وساكن فين. ولكن فيفيان تطمنها برضو زي ويل إن الشخص اللي بيكلمها هو أكيد مجرد راجل عجوز عاطل مش لاقي أي حاجة مفيدة يعملها. واتطمنت هيلاري وطلعت لغرفة أختها أشلي عشان تطمن عليها، وساعتها السفاح المهرج بيكون خرج من غرفة أشلي، ودلوقتي هو بقى برا البيت خلاص. وبما ان مكالماته لهيلاري خوفتها، فكده السفاح المهرج استمتع بخوفها خلاص، والمرة دي هيتلعب بهيلاري مش عشان يخوفها، هو هيتلعب بيها عشان يصطادها. وكمان استغل فرصة ان الباب الخلفي للبيت مفتوح، واستغربت هيلاري لما ملقتش اختها اشلي في غرفتها، وحست انها بتعمل فيها مقلب مثلا، واكيد هي اللي بتكلمها في التليفون مع كولتن، وكل ده عشان يخوفوها. ولكن فجأة فيفيان كلمت هيلاري وتقول لها انها لما تتبعت الرقم لقت ان مكانه هو بيت هيلاري، وده معناه ان الشخص الغريب ده في البيت ولازم هيلاري تهرب بسرعة. ولكن هيلاري مش مهتمة بكلام فيفيان، لانها كده كده هي متأكدة ان اشلي وكولتن هما اللي بيكلموها، وده كله اكيد عبارة عن مقلب. وفيفيان اطمنت لما لقت هيلاري مش خايفة، وفجأة الشبكة فصلت والمكالمة انتهت. وكمان تحس هيلاري بصوت غريب من وراها، ولما تبص وراها تلاقي السفاح مستنيها. وبيوصل ويل حبيب هيلاري للبيت بعد ما 20 دقيقة خلصوا خلاص، وما لقاش هيلاري ولكنه لقى دم على الارض، وسمع صوت هيلاري من الغرفة اللي جنبه وهي بتطمنه. وحاول ويل يفتح الباب ويكلمها، ولكن الباب مقفول، والمشكلة هي ان السفاح المهرج مستعمل برنامج لتقليد صوت هيلاري، وهو قتلها خلاص وبيخدع حبيبها ويل بالصوت. وطلب السفاح منه بصوت هيلاري انه يقرب اذنه
للباب عشان عايز يقول له حاجة مهمة، واستغرب ويل من الطلب ولكنه ما اهتمش لانه اكيد واثق في هيلاري حبيبته. والسفاح وقعه في الفخ وبالسكينة ضربها في الباب، والسكينة اصابت راس ويل وقتلته. ودلوقتي هيحصل حبيبته هيلاري واختها اشلي كمان، وكده مش باقي للسفاح غير كولتن وفيليب بس. والسفاح المهرج لن يتوقف وهيستناهم في البيت لحد ما يوصلوا عشان يقضي عليهم هم كمان زي الباقيين اللي سبقوهم. ووصل للبيت فيليب بعد ما اتأخر على وقت الحفلة، ومعاه الورد عشان حبيبته أشلي، ونادى عليها ولكنها ما ردتش. ولقى كولتن موجود وبيقوله انه نسي تليفونه هنا ورجع عشان يجيبه، ولكن فيليب مش مصدقه وشاكك فيه وقلقان لانه مش لاقي أشلي ولا حتى اختها هيلاري ولا سامع ليهم صوت خالص. وكولتن بيطلب منه انه يسيبه يمشي، ولكن فيليب رافض لانه هيكلم الشرطة الاول، ولو هو بريء فهم اللي هيمشوه. وفيليب ما يعرفش كولتن ولا شافه قبل كده، ولكن كولتن عارف فيليب، وكولتن بيخاف وبيقلق من الشرطة وبيتحايل على فيليب انه يمشيه وانه كمان ما عملش حاجة، ولكن فيليب رافض ومصمم انه يكلم الشرطة. فما كانش عند كولتن حل غير ان هو يهجم على فيليب عشان يهرب، ولكنه فشل لان فيليب استخدم مسدسه وضربه بالنار. والمفاجأة ان السفاح هو فيليب، وكمان عارف حقيقة أشلي واختها هيلاري، وكمان ويل وكولتن المشترك معاهم، وكل ده عشان يضحكوا على فيليب ويسرقوا فلوسه. وكولتن كان على علاقة بأشلي وخانته معاه، فكان لازم يقتله زي الباقيين. وهو عرف كل ده لما مسك تليفون أشلي في مرة، وعرف كمان كل رسائلها مع كولتن. وهم افتكروا ان فيليب طيب ولكنه شرير اصلا، لانه مؤمن بقوة المهرج الشيطاني السفاح الاسود. وفيليب مستمتع بشغله، والمهرج الاسود دلوقتي سعيد. وفيليب كان بيفكر انه يسيب كولتن حي ويشيله جرائم قتل أشلي وهيلاري وويل، ولكنه رفض لانه كان عايز يقتل كولتن بايده، ودلوقتي هياخد كل الجثث دي وهيدفنها ومحدش هيلاقيها خالص. وفيليب عمال بيضحك، وكل ده بيكلم كولتن الجثه اللي مات خلاص. وفيليب بسبب الشر اتجنن وعمال بيضرب في كولتن بالرصاص. والسفاح المهرج فيليب بيكلم فيفيان ومستخدم البرنامج لتقليد صوت هيلاري، وكل ده عشان يعرف هي فيفيان مكانها فين دلوقتي عشان يروح يسلي نفسه ويصطادها ويقتلها هي كمان. وهي مش واخده بالها قالت له على عنوانها، وهي مش عارفه الكارثه اللي مستنياها. ودي القصه الاولى يا صديقي. والقصة التانية بتحصل بالليل، وفيه ست اسمها شميكة خرجت من الشركة الساعة 9 بالليل، وده بعد ما خلصت شغلها. ولما ركبت العربية بيكون فيه سفاح مهرج مقنع مراقبها، وهي في عربيتها تلاقي فجأة رقم مجهول بيرن عليها. ولما ردت عليه لقيت السفاح المهرج بيقول لها انها لازم تفرح لانه اختارها انها تكون ضحيته الليلة. وقلقت وافتكرت ان ده هو مجرد مقلب، وهتكلم الشرطة وهددت الراجل الغريب. ولكن فجأة لقت المهرج السفاح حواليها بره العربية لانه اختارها انها تكون ضحيته الليلة، وكمان مركز عليها وهي كمان حست بيه. وده مش مقلب، ده بجد، والسفاح المهرج المقنع ده هو متخصص في قتل الستات وبيخرج من مخبأه عشان يصطادهم كل يوم بالليل. وفي احد استديوهات البرامج الاذاعية فيه محطة راديو الساعة 11 بالليل هيقدم فيها كين برنامج اسمه جنون منتصف الليل، اللي بيتحكي فيه القصص المرعبة، ومنتج البرنامج اسمه دري، وهو متحمس جدا ومتفائل بحلقة الليلة. ومقدمي البرنامج وصلوا وهم سيدريك وتيرا، وعندهم امال انهم في الحلقة الليلة يحققوا نجاح وعدد المستمعين يزيدوا، لان البرنامج مش مشهور جدا لسه. وكين سابهم ومشي لان الساعة بقت 11 وربع وشغله خلص خلاص، ووقت برنامج سيدريك وتيرا حل، وهيبدأوا البرنامج باتصال هاتفي من شخص اسمه هانس بيدعي انه سفاح مقنع في قناع المهرج وبيحب برنامجهم جدا، وهيحكي لهم قصة حياته كسفاح. وهم بيضحكوا ومش مصدقينه طبعا، ولكنهم هيسمعوه وخلاص يمكن يساعدهم في تحقيق الشهرة. ولو هو سفاح بجد فهم هيكلموا الشرطة عشان يتبعوا المكالمة ويقبضوا عليه. والمشكلة ان المهرج السفاح اللي بيكلمهم هو اللي قتل شميكة اصلا، وهو سفاح بجد وبيحب الدمى وكمان المانيكان، وهو وحيد طول عمره وبيقول لهم انه لسه قتل ست من شوية، وهو بيستمتع جدا بشغله، وده بفضل القوة اللي المهرج الشيطان الاسود منحها ليه، وما فيش اي ضحية قدرت انها تهرب من تحت ايده. وهو متخصص في قتل الستات بس لانه ما بيحبهمش، وده بسبب مراته الخاينة وامه اللي كانت
بتعذبه دايما، وكمان هو اللي قتلهم وهم اللي حولوه لسفاح مجنون، وبيخرج بالليل عشان يقتل الستات، وكمان بياخد جثثهم وبيحفظها عنده في البيت، وجثث الستات في كل ركن من اركان المكان، وعدد ضحاياه لحد دلوقتي وصل ل 14 ست، وبيصطاد الستات من جراجات العربيات او بيهجم عليهم في الفنادق الفخمة، وهو عنده شغف وغضب وقوة بيستغلهم وبيعبر عنهم اثناء عملية صيده للستات، وهم من الصعب انهم يقاوموه، وهو غير قابل للايقاف بسبب قوته، والشرطة مش هتعرف تقبض عليه خالص، والمكالمة دي مش هيعرفوا يتبعوها، وده لانه سفاح قوي وذكي وعنده خبرة كبيرة. وطبعا سيدريك وتيرا في الاول ما كانوش مصدقينه، ولكن دلوقتي بدأوا يخافوا من كلامه، ولكنهم مجبرين انهم يستمروا، لان عدد متابعين ومستمعين البرنامج الاذاعي اصبحوا من 67 الف مستمع لاكتر من 800 الف مستمع، وده رقم قياسي لانهم فاضل لهم شوية ويقربوا على المليون. والمنتج ديريه بيأمرهم انهم يسيسوا السفاح ويخلوه يتكلم اكتر، لانه الاول مرة في تاريخ كل البرامج الاذاعية انه فيه سفاح بيتكلم على الهواء مباشرة، والسفاح بيقول لهم انه مش بيقتل اي ست كده وخلاص، هو بيقتل الستات الجميلة تحديدا عشان بيحب يشوف في عيونهم قبل ما يقتلهم نظرة الخوف والالم. والمهرج السفاح بدأ يقول لهم انه مراقبهم اصلا، وعارف ان كين مش الساعة 11 وربع من المكان، وهو كمان قتل شميكة مرات سيدريك، وبيكلمه اصلا عشان يقول له، وعارف انها خرجت من شغلها الساعة 9، وكمان هو قتلها في الوقت ده. وتدخل ديريه ويطمن سيدريك ان السفاح بيضحك عليهم مش اكتر، بس المهم ان سيدريك يكلم مراته فورا لانهم لازم يطمنوا عليها ويتأكدوا انها سليمة. ولقى سيدريك ان مراته بعتت له رسالة الساعة 11 بالليل، والسفاح قال انه قتلها الساعة 9 بالليل، فده معناه انه كذاب. ولكن لما سيدريك رن على مراته شميكة لقى السفاح بيرد عليه وبيقول له ان هو اللي بعت له رسالة الساعة 11 من تليفون مراته، وسيدريك مش مصدق نفسه من اللي حصل، والسفاح المهرج هانس عمال بيضحك، وكمان قفل المكالمة في وشه والبرنامج انتهى والكل مصدوم. والسفاح المهرج يا صديقي لا يرحم ابدا. بس كده يا شباب، دي نهاية القصة التانية ونهاية الملخص.